This is the Dihat. Dihat, this means the future for everything. Dihat means the helping everybody. Dihat, this means to be to see how we are working inside, outside, and behind it. We just reach everybody there. عنوان الرئيسي للديهات السنة هذه هي اللي هو عبارة الهجرة والتهجير القسري. لما واحد يترك وطنه ويطلع برا تحت الضوء أي من الضغوط، سواء كان من مجاعة وكانت أمراض أو كان حروب. الآن ما يحدث في سوريا والدول العالم مأساة كبيرة. نحن سوف نناقش هذا الشيء في هذا المؤتمر السنة هذه إن شاء الله. ديهات هناك فيها ورش، ما قلت هناك 600 شركة، قد ورد 50 متحدث من جميع أنحاء العالم وأيضا من الإمارات وخارج الإمارات، وناس حقيقة سوف يتحدثون عن هذه المأساة.